السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا تشوفوا الفيديو ده النهاردة. النهاردة ريفيو ليه؟ ايوه، الالوان الماركرز من ماركة M&G، بس المرة دي 60 لون. قبل ما ابدأ الفيديو، قبل ما ابدأ الريفيو، ما تنسوش لايك شير كومنت سبسكرايب ليوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات. شكرا ان احنا وصلنا 125,000 دلوقتي على اليوتيوب. يلا بينا نبدأ على طول ونشوف الريفيو. بالمناسبة ده شكل العلبة، يلا بينا نبدأ. اوكي، زي ما انتوا شايفين ده شكل العلبة من بره، كانت جاية فيه كرتونة وبعدين طلعتها من الكرتونة بتاعتها. من على الوش مكتوب ان هي توين تب ماركر 60 لون، وفي الظهر كل الالوان بالاسامي بتاعتها بالارقام بكل حاجة، يعني تفصيل التفصيل. على طول فتحت العلبة بتاعت الالوان، واول حاجة شدت انتباهي هو لون مكتوب عليه colorless blender. الكالرلس بلندر دوت المفروض ان هو بيستخدم في دمج الالوان مع بعض. طبعا مش هوصيكوا دي الوان ماركرز، فهنبدأ بالتقيل وننهي بالخفيف عشان البيجمنت بتاعنا. في الاغلب الالوان الماركرز بيكون البيجمنت بتاعها تقيل جدا. تعالوا دلوقتي نجرب البيجمنت بتاعها ونشوف الستين لون عاملين ازاي. تحديدا احنا هنجرب 59 لون، لان اللون الستين هو بلندر جاي شفاف خالص. طبعا الالوان ليها ناحيتين، سن رفيع مكتوب عليه فاين، وسن تخين مكتوب عليه برود. قلت في الاول ان انا اجرب بس اللون كده والبيجمنت الاول. طبعا اتصدمت بعد ما خلصت التجربة، لان انا كنت في ظهر الورقة مجهزة لكم 60 دايرة نجرب فيها 60 لون، وانا بهدلت الدنيا خالص. طبعا انا جربت على سكتش كانسون 150 جرام، وما كانش مستحمل البيجمنت بتاع الالوان نفسها. اللون تقيل جدا لدرجة ان هو شف من على 150 جرام، فانا بفكر ان انا في المرات اللي جاية ان شاء الله اجيب سكتش اعلى شوية في الجرامات ونجرب عليه الماركرز ديت. لو انتم موافقين قولولي في الكومنتس. نكمل. جربت 60 لون، وطبعا خد وقت كبير جدا جدا ان انا اجرب 60 لون، بس بصراحة كانوا عاجبني. مفيش درجة شبه التانية، عشان لو انتوا خدتوا بالكوا هتلاقوا في درجات كتير قوي للجري، درجات كتير للأصفر، درجات كتير للأخضر، حتى في كذا درجة للبشرة، وفي درجات هما كاتبين عليها ان هي للسكن، اسم اللون نفسه سكن كالر ولايت سكن كالر. بصراحة حاجة تحفة جدا. البيجمنت طبعا زي ما انتوا شايفين قد ايه هو تقيل، بس انا ما فضلتش ان انا اجرب الدمج، لان بصراحة السكتش مش عامل معايا مجهود كويس، هو خفيف جدا، فمش هقدر ان انا اجرب. فبفكر فعلا ان انا في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هجيب سكتش يكون اكتر، ممكن 220 جرام او حاجة، ونجرب البيجمنت بتاعها. هسيبكم مع تجربة الالوان واجيلكم في اخر الفيديو.
بعد ما خلصت خالص بصراحة الألوان حلوة جدا، بس للأسف هي شوية غالية. بس معمل لكم عليها أوفر من مكتبة النجوم، تقدروا تلاقوا الألوان دي على مكتبة النجوم، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس عشان ترجعوا لها وتشتروا منها الألوان دي. هم عاملين عليها أوفر كويس، فيا تلحقوا يا ما تلحقوهوش. وبس كده، أتمنى أكون فدتكم في الفيديو النهاردة، وما تنسونيش طبعا باللايك والشير والكومنت، سبسكرايب ليوتيوب شانل ودوسوا على جرس الإشعارات، وقولوا لي في الكومنتس تحبوا نجرب ألوان ماركرز إيه تانية، وقولوا لي على ماركات تكون موجودة، ما تقولوليش على ماركات مش موجودة. وبس كده، يلا باي باي، مساءكم فلّة.